من كام يوم كده أنور الغازي اللاعب المغربي الهولندي الشهير كان له موقف واضح جدا في القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية وهو يلعب لنادي ماينز الألماني في الدوري الألماني. نادي ماينز ما عجبوش الحكاية، وانتوا فاهمين خلاص بقيت كلكم فاهمين القصة في أوروبا ماشية ازاي. راح النادي طلع بيان أوقف اللاعب وكلام عن فسخ التعاقد وكلام عن تحقيق مع اللاعب وكلام ان اللاعب يرفض الاعتذار في هذا الامر. حكايه دمها تقيل جدا، ولكن يبقى انور الغازي هو لاعب بطل 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 للقضيه وبطل للوضع الحالي في وسط وضع اوروبي انتوا كلكم فاهمينه دلوقتي. انور الغازي على فكره من اللعيبه الكبيره قوي، بيلعب في ماينز ولعب قبل كده بجوار تريزيجيه في استون فيلا، يعني لعيب كبير قوي قوي. ايه الحكايه بقى؟ هتوصل لإيه الحكاية؟ هتروح لفين الحكاية؟ معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد الغازي والد أنور الغازي لاعب ماينز. يا أستاذ محمد تحياتي لحضرتك من التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا. أنا أريد أن أعرف قبل نتكلم العربي المصرية ما نعرفهاش. هنتحدث معك باللغة العربية، وسؤالي الأول لحضرتك ماذا عن الوضع الحالي بالنسبة للاعب أنور الغازي؟ ماذا عن وضعه مع ناديه نادي ماينز الألماني؟ هو ده في الدار مسال داره عنده تنبذجر الحمد لله لك منه صاحبي زعمه عزيز علي بزاف ما نفرش فيه، انا خفت عليه مسال تما قالوا له غادي نسولوك وغادي تقول زعما باللي غادي يطلب السماح العذر. استاذن حضرتك استاذن حضرتك لو نرفع استاذن حضرتك لو نرفع لو نرفع الصوت بعض الشيء عشان الصوت منخفض الى حد كبير. تفضل يا فندم. وهو ما بغاش يتراجع حيت قال الحقيقه، قال هما انا كنشوف ذوك الدراري في ذاك فلسطين مع ذاك اسرائيل اللي كنشوف دراري صغار كيموتوا كيذبحوا لهم، قال لك بحال كنشوف ولدي الصغير، حتى عنده ولده عنده عام وصغارين وكيجيب لهم مسكين بحال ذوك الدراري بحال ولده وكيبكي عليه هو، وعندي ثلاثه بنات تيما هنايا كيبكيو على هذوك الدراري، وقال لهم انا كنبكي على دراري فلسطينيين وحتى اسرائيليين حيت دراري صغار قد ولدي مازال هما يعرفوا كي دايرين هذوك الدراري الصغار المسؤوليات ديالهم فهمتي، ما يعرفوش راهم صغار عاد ما يعرفوش باللي اسبانيوليين ولا مغربيين ولا اسرائيليين، غير صغار عاد فين يعرف عاد، قال لك بقاو فيا وما قالوا له غادي الا راه قلتي حيت هذاك الرب ديال الفريق مايز هذيك يهودي جنسيه يهوديه فهمتي فهمت. واش كاع واش نقول لك الضباط ديالهم ذاك مايز كل شيء الشاف ديالهم المدير ديالهم المدرب ديالهم شي 30 بهم ايوا تموا على انوار بوحده تما ذاك مايز خلوه لداخل عطاو له يدير الفيلم يتراجع على واش قال زعما يطلب العذر الاسرائيليين ابدا قال لك ابدا انا ما قريتش قرانا 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 اليوم ان انور الغازي يرفض الاعتذار، هل طولب انور الغازي بالاعتذار من نادي ماينز؟ نعم طولب بالاعتذار هو رفض رفض واش كيقولوا له هو رفض قال لهم انا الا قلت سمحني لو كان درت شي جريمه لو كان درت شي جريمه لشي واحد يقول سمح لي، ولكن هو قال انا بقاو فيا الدراري الصغار كيموتوا حتى بالجوع كيضربوهم كيذبحوا لهم كنشوفوا الدراري الصغار كيبكيو على الوالدين ديالهم، وانا غادي نقول هذا الشيء هذه صراحه هذه يقولها العالم كل شيء فهمتي، بحال دابا كنشوف المغرب في الرباط والله القسم الا
اكبر مظاهره اللي شفتها بعيني. صحيح. وحتى الاردن معهم. فهمتي؟ انور المصريين عاود المصريين رشتهم حتى هم زعما واقفين مع يساندوا مع مع فلسطين. هذا فلسطين حبابنا. فهمتي؟ اكيد اكيد. مش معقول واش داروا مع هذاك اما يساند. هذا قال لك انا واخا رجعوني ما عندوش الغرض يلعب معاهم، واخا رجعوه قال لك غادي نلعب تما مع اليهود. يبقاو ديما يحذوني انا كل سير يهود حيت الشاف ديال الفريق. فهمتي؟ انور ماشي المدرب وصافي، حتى الشاف ديالهم الكبير المدير لا جوستيس. واش نقول لك انا بروحي خفت عليه اللي مشى لتما. انور انور ولكن تفضل تفضل يا فندم. تفضل يا فندم تفضل استكمل. بسألك 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 أنور متفهم فكرة أن ما حدث قد يؤثر بشكل كبير جدا على مستقبله في ملاعب أوروبا بشكل عام وليس فقط لعبه في نادي ماينز؟ متفهم هذا الأمر؟ نعم نعم طبعا عندك الحق. هذاك هذاك أنا أولادي بكل شيء هم حانين يبكيوا على الحق. والحق عاود ما يضيع، وربي ما يضيعش الحق، ولا بد الحق ينتصر عاجلا ام اجلا. فهمتي؟ ولكن الحمد لله انا عطالي ولدي عنده واحد الفكره، عنده واحد الضمير. ماشي من اللي زعما ولدي كان يقول لك هذا الشيء، والله قسمي لا. انا كيوري لي شي حويجات، انا كيوري لي شي حويجات اشكال، وكنعطي له زعما انا فخور فخور منه بزاف، لا منه ولا بناتي. الحمد لله. الحمد لله حتى حطينا الاب ديالهم درتهم من عام سيدي واحد تربيه في الاول زعما كاك اللي جات واحد التربيه زوينه. لا هو لا بناتي. فهمتي؟ كلنا كلنا عندي ثلاث بنات ديما كيتكلموا على هذا هذا الحرب. جميعا فخورون كيبكيو جميعا فخورون بانور، يعني جميعا إيه؟ فخورون بانور انور الغازي. وسؤال القادم لحضرتك، هل في هذه الفتره تلقى انور الغازي اي عروض من انديه عربيه؟ تلقى بزاف الراي، راي ديال الناس. تلقى بزاف الراي زعما عجب الحال. انا في الاول انا شوف انا في الاول قلت له ولدي علاش تكلم؟ لا خص ما تكلمش، حضير حتى انت الفريق ديالك تلعب الكره تضيع الموضوع ديالك. ولكن هو انا ملي كنشوف ذاك الكومنتار وذاك ميديا في انترنتات وحتى في التلفزيون تكلموا عليه، الصحافه ديال المغرب، واحد الصحفي من موسكو من روسيا عيط عليا زعما عطاو له زعما قالوا لك واحد البطل، واحد البطل زعما ما عندي ما يتسلوا. قالوا قالوا له خصك تكون فخور منه، ما تقولوش شي حاجه هكا. قلت له في الاول تعطلي، قلت لك الصراحه في الاول خفت يضيع البلاص ديالو ولا الله يعوضه ان شاء الله. اسمح لي اسمح لي اسمح لي يجيب له واحد الفريق زوين حسن من ذاك ماينز. اسمح لي هم خسروا خسروا 3-1 اليوم ذاك ماينز. اسمح لي استاذ محمد اكرر السؤال مره اخرى واسمع الاجابه بشكل عشان يمكن لم افهم الاجابه بشكل واضح. هل انور تلقى عروض عربيه خلال هذه الفترة لضمه لأحد الأندية بدلا من نادي ماينز؟ كيف زعما كيفاش العرب ما تلقى والو. وما تلقى والو، تلقى غير خير من الناس من الشعب. الشعب تلقى غير خير من عام سيدي، كيشكروه واش دار باللي ما بغاش يترجع. هذاك اللي خلاه اللي خلى العرب كل شيء، المسلمين والعرب فرحانين بهذا الشيء هذا. انت فهمت استاذ محمد الغازي. استاذ محمد الغازي والد انور الغازي لاعب ماينز الالماني، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه
المداخلة. وبالنسبة لنا أنور الغازي هو بطل قضية، بطل وضع حالي، بطل بصوته اللي بيحاول يوزعه أو ينشره في العالم نصرة للقضية الفلسطينية وما يحدث الآن في غزة. كانت مداخلة في منتهى الأهمية، ونشكر من خلال والد أنور الغازي أنور الغازي على ما قدمه للقضية، ولو بالرأي ولو بالموقف، وده موقف عدد كبير إن لم يكن كل اللاعبين العرب الآن في أوروبا، والله يكون في عونهم. الحكاية صعبة عشان حضرتك تبقى فاهم برضو، الموضوع صعب جدا. احنا هنا لما بنقول آرائنا وبننصر القضية الفلسطينية كلنا كده احنا عايشين مع بعض. الوضع بقى في أوروبا صعب جدا عشان انتوا فاهمين طبعا، خلاص انتوا عرفتوا خلال الأيام اللي فاتت كلها هم هناك بيفكروا ازاي، هم هناك شايفين القضية ازاي، هم هناك بينصروا مين. شفتوا ده، خلاص الموضوع بقى صعب ازاي. فأي واحد عربي بيطلع يقول كلمة أو بياخد موقف، لا عنده حكاية كبيرة بتحصل، عنده حكاية بيصارع طواحين الهوى. الموضوع صعب جدا. أنور واحد من الأبطال، أنور الغازي اللاعب المغربي الهولندي.